دراسات عدة تثير الجدل حول أثر الطلاق على النساء والرجال، فمن منهما الأكثر تضرراً؟ دراسة صينية كشفت أن النساء يعانين بشكل أكبر مع انهيار العلاقة الزوجية أو الطلاق مقارنة بالرجال عموماً، والتي شملت 228 ألف شخص في فنلندا بين عامي 1996 و2018، وهم من كبار السن المطلقين أو الذين عانوا من الانفصال، حيث زاد استخدام الرجال لمضادات الاكتئاب بنسبة 5.5% والنساء بنسبة 7% في الأشهر الثلاثة السابقة واللاحقة لواقعة الطلاق. فيما وجدت الدراسة أن أكثر من نصف المشاركين فيها من الرجال دخلوا في علاقة جديدة خلال عامين إلى 3 سنوات من الانفصال، لكن دراسة نشرت في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية كشفت أن الرجال كانوا أكثر عرضة للآثار السلبية للطلاق، بما في ذلك التدهور الصحي وانخفاض الرفاهية الذاتية وتدهور العادات الصحية والشعور بالعزلة، وكذلك ارتفاع معدلات الوفيات بعد الانفصال. كما وجدت دراسة بحثية أجرتها عام 2015 جمعية علم الاجتماع الأمريكية أن 1/3 حالات الطلاق تبدأ من النساء، ويقفز الرقم بنسبة تصل إلى 90% بين النساء الحاصلات على تعليم جامعي. أخبرونا في التعليقات ما مدى قرب هذه الدراسات من الواقع؟